ما حكم الموعظة في المقابر والدعاء الجماعي على المقابر؟ لا أصل لذلك، الموعظة في المقابر لا أصل لها، المداومة عليها، المداومة عليها لا أصل له. ولكن إذا جاءت مناسبة فلا بأس أن تعظ الناس وتذكرهم وتنبههم على الأخطاء اللي رأيتها عليهم. إذا رأيت على أحد خطأ أو على الحاضرين خطأ فإنك تنبههم.